تجربة جديدة انفيت احنا من الصيف خذينا شواء واحترمنا المشاهدين متاعنا وركزنا وقلنا معناها فما فراغ كان عندنا في الصيف في الثلاث في تونس دونك خذينا ان شواء اللي حطينا وصلنا بالنسبة لايف صيف كامل وزيدا مسلسلات متواصلوا خاطر الترميد تواصل صيف كامل ميم سي اللي ما فماش بيبليستي وما فماش انفستيسمون مي سيتي ان انجاجمون مع المشاهدين نتاعنا بالضبط شفنا الكريم نتاعنا نلقاو نهار السبت لحد هكا اللي الحويجه ناقصه شويه ما عندناش حاجه جديده ما عندناش حاجه انيديت ما عندناش حاجه اللي تاخذ الاهتمام اون بلوس جينيرالمون الكومبورتمون نتاع المشاهد التونسي من الاثنين للجمعه حاجه والسبت لحاجه حاجه اخرى الويكاند حاجه اخرى الويكاند تتلم العائله قدام الدار احنا الناس معناها اغلبيه الناس يعملوا الكسكسي نهار لحد يعملوا الواحد ياخذوا شويه قلوب وشويه دونك حبينا شاكر نعملوا المقارون اصحاب المقارونه دونك خممنا في 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 مسلسل يكون يجمع العائله الكل او ميم طون شنو هي الحاجه الجديده اللي فيه المسلسل هذايا اللي هو مسلسل تقولش عليه فيلم على خاطر الناس اللي ما تعرفش المسلسلات التركيه المسلسل في تركيا يتعدى مره كل جمعه ويتعدى بحلقات نتاع ساعتين انتم لا دونك نحن اي لا نحن بويسكو معناها عندنا تقاليد اخرى دونك ناخذ المسلسل نقصوها الحلقه هذيك نقصوها على زوز ولا على ثلاثه كل مره انت والوقت المره هذه قررنا باش نخليوه بالفورما هذاك الطويل نتاعو اللي هو نتاع ساعتين خير. دونك حتى ياسر ياسر على خاطر عندهم تكنيك نتاع كتيبه ومتاع سسبانس وتريزه بالضبط تريزه.